لكن إلى إسبانيا والزميل العزيز عمر ربيع ياسين معاه الكابتن حسين الشحات. واحد من الصفقات الصيف اللي فات كانت مهمة جدا، الأهلي بيعول عليها كتير في الموسم الجديد. مساء الخير يا عمر. برحب بحضرتك استاذ ابراهيم، وبرحب بالبشمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت، معانا لقاء مهم جدا وحوار مع واحد من نجوم الكره المصريه، واحد من نجوم النادي الاهلي، الكابتن حسين الشحات. هنتكلم معاه في اجواء المعسكر، وهنتكلم معاه بشكل عام في رؤيته الفنيه في نهايه الموسم الحالي وبدايه الموسم. كابتن حسين، برحب بحضرتك على قناه الاهلي. حبيبي عمر، ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن حسين، يعني كنت عايز اسال حضرتك على المعسكر بشكل عام، رؤيتك الفنيه فيه، وتلعب كوره وعصرت معسكرات كتيره، لكن معسكر النادي الاهلي اكيد بيكون شكله مختلف، اكيد بيكون استعداده مختلف نهايه موسم وبدايه موسم، شايف المعسكر ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي الاول لباشمهندس عادلي واستاذ ابراهيم، وطبعا بقول لهم منورين الاستوديو وربنا يكرمكم باذن الله. وطبعا المعسكر طبعا مع النادي الاهلي طبعا بيختلف، وربنا يكرم ان شاء الله. احنا مركزين ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه، وطبعا المعسكر ده يعني كنا محتاجين كلنا، اللعيبه كلها بالجهاز، كلنا كنا محتاجين ان احنا نبقى مع بعض، كلنا محتاجين ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره ديت. احنا عندنا مباراتين لسه في بقيه الدوري، فمركزين فيها ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق البطوله. فطبعا المعسكر مهم جدا طبعا اللعيبه كلها. كابتن حسين، يعني انت عارف دايما جمهور الاهلي يعني دايما بينتظر الكثير من كل لاعبيه، وبالذات الكابتن حسين الشحات اللي بيحبه واللي بيقدره، وانت شفت حب جمهور الاهلي ليك كان عامل ازاي، ولسه لحد دلوقتي منتظر منك كتير جدا. يعني لو هنتكلم في نهايه الموسم الحالي والموسم القادم، هل شايف كابتن حسين ان شاء الله الماتشين اللي جايين، المقاولين والزمالك، بشكل كبير ان شاء الله كابتن حسين ممكن يكون في يعني المستوى اللي احنا بقى او جمهور الاهلي كله شايف ان كابتن حسين الشحات ممكن يكون عليه بعد طبعا فتره حضرتك كنت موجود في الاهلي خلال 6 شهور؟ يعني اكيد في بعض الضغوطات النفسيه والعصبيه، لكن اكيد الوضع دلوقتي كابتن اختلف، وانت كنت محتاج فتره زي كده علشان تعرف ان انت ترجع من جديد زي ما كل جمهور الاهلي معتمد وواثق في امكانياتك وقدراتك. كابتن حسين، طبعا والله يعني نادي الاهلي، جمهور نادي الاهلي ما حدش يقدر يختلف عليهم. طبعا جمهور نادي الاهلي ساندني كتير جدا الفتره اللي فاتت، وكان بيتمنى لحسين يرجع لمستواه، وانا ان شاء الله بوعدهم ان حسين وفريق النادي الاهلي كله طبعا ان شاء الله يرجعوا احسن من الاول، وان هم طبعا يعني عايزين يفرحوا جمهور نادي الاهلي باي طريقه، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونهديهم بالدوري السنه دي باذن الله بعد ضياع بطوله افريقيا. فان شاء الله بوعدهم ان شاء الله انا والفريق اللي احنا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله، نقدر نساعدهم الفتره الجايه باذن الله. تسالك على كاس افريقيا، اسالك على كاس عالم الانديه، انت واحد لعبت في كاس عالم انديه، صعدت للمباراه النهائيه، اديت مباراه عالميه قدام فريق ريال مدريد، اكيد بتحلم بتكرار الانجاز مع النادي الاهلي، واكيد طبعا التكرار انك تفوز ببطوله افريقيا وتكرار انك تحقق وجودك في كاس عالم الانديه مع النادي الاهلي اكيد هيكون شكل مختلف تماما، واكيد طموح بتحلم بيه كواحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. طبعا والله طبعا يعني بطوله افريقيا يعني انا كان نفسي احقق السنه دي مع النادي الاهلي، بس ما حصلش نصيب، بس ان شاء الله نقدر نحقق السنه الجايه. كاس العالم للانديه طبعا بطوله كبيره جدا، يعني انا ما كنتش لعبتها قبل كده، ولعبتها مع نادي العين، وربنا كرمني والحمد لله احرزت فيها ووصلت فاينل. فاتمنى ان شاء الله ان انا اقدر اعيدها تاني، وبس نحقق البطوله باذن الله مع نادي الاهلي، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق بطوله افريقيا ونوصل لكاس العالم ان شاء الله، لان نادي الاهلي وجمهور نادي الاهلي محتاج لو يوصل لكاس العالم، بقاله فتره طبعا ما خدش بطوله افريقيا. فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل كده السنه دي باذن الله. اكيد المعسكرات يا كابتن حسين، وانت يعني نجم لعيب كوره، احنا عارفين كل لعيبه الكوره بيبقى المعسكرات الطويله بالنسبه لهم بتكون ازمه، وبيكون فيها ملل، وبيكون فيها يعني 10 ايام 12 يوم الموضوع بيبقى يعني بالنسبه لعيب الكوره ممل، يعني بيكبت الحريه مش بيعرف ان هو ياخد حريته. لا والله ده انا كده بالنسبه لي يعني اصغر معسكر قضيته في حياتي. طب انا عايز اعرف انتوا ازاي هنا في الاهلي بتكسروا الملل، وازاي بقى بتتعاملوا مع الملل بشكل فيه تنوع في النشاطات؟ بشوفكم بسم الله ما شاء الله يعني حريفه في كل حاجه، بلاي ستيشن، تنس، طاوله، كل طبعًا حاجه. طبعا يعني زي ما انت بتقول، طبعا بلاي ستيشن، طبعا يعني في وقت الفراغ طبعا بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب بينج بونج، طبعا ما فيش بلياردو هنا. فدي الحاجه الوحيده اللي ناقصه بس. فالمعسكرات طبعا بتبقى محتاجه اللي انت تغير يعني مودك كل شويه، بتمسك التليفون بتكلم اهلك، بتكلم صحابك، بتطمن عليهم، بتكلم ولادك،
فدي طبعا حاجه ما حدش يختلف عليها، بس طبعا بتبقى محتاج طبعا تلعب تنس طاوله، تلعب بلاي ستيشن، فدي دي اللي اكتر حاجه بتضيع الوقت طبعا يعني. بس يا كابتن حسين في نفس الوقت احنا عارفين ان احنا داخلين على ماتشين مهمين جدا طبعاً جدا طبعاً، وبالتالي طبعاً. التوازن في المعسكر والتركيز في المعسكر على مباراه المقاولين والزمالك تاني هفضل اتكلم عليهم علشان هم دول المهمين اللي هيحسموا اللقب اللي دايما كل جمهور لسه الاهلي لسه ما خلصناش الدوري يعني. تمام، وبالتالي هل ممكن يكون مباراه المقاولين والزمالك ليهم اثر نفسي واثر معنوي على لعيبه الاهلي في الموسم القادم، بما ان الموسم القادم هيكون الفارق ما بينه وما بين الموسم كتير. الحالي مسافه قليله. طبعا طبعا، انت لحد دلوقتي انت في بطوله لسه ما خلصتش يعني، انت في بطوله لسه ما انتهتش، طبعا انت مركز ان انت تاخد بطوله لسه ما انتهتش اصلا الموسم بتاعها، فطبعا احنا مركزين ان شاء الله ان احنا نحقق البطوله ديت زي ما قلت لك، فبعد كده نركز بقى في الدوري الجديد. بس طبعا اهم حاجه مباراه المقاولين ان شاء الله ان انت تكسبها بنسبه كبيره، ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون خطوه كبيره على الدوري، وبعد كده نركز في مباراه الزمالك ان شاء الله، فدي حاجه مهمه يعني ان شاء الله ان احنا نكسب مباراتين، مش نكسب واحده لا نكسب الاثنين ان شاء الله. فطبعا يعني ديت احنا مركزين فيها، ال 10 ايام دول احنا جايين اصلا عشان خاطر المباراتين دولت. النهارده يا كابتن حسين انت لعبت وشاركت في المباراه الوديه، احرزت هدف وصنعت هدفين، اعتقد ان بسم الله ما شاء الله حتى يعني دي بدايه للمباريات الوديه استعدادا للدوري الحالي، لكن انا شايف ان هي بدايه كويسه جدا ليك، و يعني عايز تكون موجود بقوه طبعا، وعايز يكون اول بطوله ليك اكيد هيكون طعمها مختلف تماما مع النادي الاهلي طبعاً. بطوله طبعاً. الدوري يعني المشاركه في افريقيا، يعني الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، المشاركه في كاس عالم انديه، وهتفتح لك بطولات كتير مع النادي الاهلي طبعاً. هل شايف ان انطلاقه اليوم هي الانطلاقه الحقيقيه لفريق الاهلي ولحسين الشحات في المشوار البطوله والدفاع عن لقب الدوري؟ والله بص يعني لو انا هتكلم عن نفسي فانا طبعا يعني انا مش راضي عن نفسي، انا حسين مش راضي عن نفسه للفتره ديت والفتره اللي فاتت كمان بالاخص، يعني مستوى ممكن مثلا يكون مباراه طالع مباراه لا، فانا عن نفسي انا في الفتره اللي فاتت كلها يعني مش راضي عن نفسي خالص، فان شاء الله اقدر انا ربنا يكرمني ان شاء الله اقدر ارجع لمستوايا وان انا اعمل حاجه كويسه مع النادي الاهلي وان انا اقدر احقق بطولات، يعني طبعا مش انا لوحدي بس انا والفريق، بس انا بتكلم عن نفسي لان انا ما ارجعش لمستوى زي ما انا بقول زي ما الجمهور قايل وكده، فطبعا هم شايفين كده فخلاص انا ما اقدرش اكلمهم، بس طبعا كل واحد بيبقى ليه طموح معينه، وانا ان شاء الله طموحي مع النادي الاهلي بلا حدود ان شاء الله. لا بس انا بحييك على الكلام اللي انت بتقوله ده يا كابتن حسين، يعني اعتقد ان الشجاعه منك كبيره جدا، ده يدل على ان انت عقليه كبيره جدا، لاعب كره قدم محترف ان هو يطلع يتكلم يقول ان انا مش راضي عن مستواي علشان انا لسه ما وصلتش للتوب فورم بتاعي عشان انا عندي كتير، اعتقد ان دي نادرا لما لعيب كره يطلع يقول الكلام ده. بص يعني دي زي ما انت بتقول يعني كل واحد اللي بتبقى ليه عقليه مثلا معينه، انا بالنسبه لي انا كويس خلاص انا اقول كويس، انا شايف ان انا نفسي كويس زي مباراه النهارده وديه، بس انا شايف ان انا نفسي كويس لما بدات ارجع لمستواي بالظبط، المباراه اللي انا ببقى وحش فيها لا انا وحش اصلا ما اقدرش اقول حاجه غير كده، بس طبعا بيبقى ماليش دعوه بحد مثلا ده حد مثلا قال عليا انا وحش او كويس، لا انا شايف انا نفسي ايه، بس انا زي ما انا بقول انا مش راضي على نفسي يعني يعني ممكن نقول يا كابتن حسين ان بعض الضغوطات اللي كانت الفتره اللي فاتت هي اللي خلى كابتن حسين يقول كده، ولا كابتن حسين الشحات في مستواه كلاعب كره قدم لسه عنده الكتير كمان يقدمه اكتر من الفتره اللي كان موجود فيها في العين علشان يقول لكل جمهور الاهلي اللي هو بيكلمه دلوقتي، و يعني زي ما انا قلت بصراحه يعني كلام كبير جدا من لاعب محترف وعقليه محترف، واعتقد ان الجمهور يا كابتن بيقدر، وانت شفت الجمهور بيقدر حسين الشحات ازاي؟ طبعا طبعا، يعني زي ما انت بتقول يعني انا بحب الجمهور جدا، يعني انا كنت واحد من الناس منهم وكنت دايما ببقى ورا الفريق، يعني اوقات كتير كنت ورا الفريق، ف يعني انا لازم اقول كده، يعني انا لازم اقول كده لاني ماليش دعوه بحد، بس ضغوطات انا مش شايف ضغوطات ايه، الضغوطات الموجوده الضغوطات اللي بيعملها ناس بره فريق النادي الاهلي مش النادي الاهلي مش جمهور نادي الاهلي بس، يعني كل واحد وكمان حتى الصفقه بتاعتي كل واحد بيقول رقم، انا نفسي كل شويه اسمع رقم بشكل. طيب نروح للاستوديو علشان في سؤال، اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل يا باشمهندس. مستمتعين طبعا بالحديث، اتفضل يا باشمهندس مع حضرتك، وانت قاعد لي في حديقه استوائيه جميله. انا عايز اقول للكابتن حسين باذن الله ترجعوا من المعسكر ده الفرقه جاهزه عشان حسم بطوله الدوري، وفي نفس الوقت يعني كويس ان عمر فتح معاك المواضيع دي، انا كنت عايزها تتاجل شويه. انتوا معانا ولا فانا بس عايز انصحك مع حضرتك انا عايز انصحك يا كابتن حسين، ما تحاولش تثبت حاجه، خليك على سجيتك، خليك على
مفهومك الكروي، علشان لما تيجي تثبت حاجة هتبقى مشدود وهتبقى فردي وهتبقى بتاخد قرارات ممكن تراجع نفسك فيها. خليك طبيعي جدا، انت مش محتاج تثبت حاجة، انت لعيب كبير وعشان كده النادي الاهلي جابك، والناس وكل لعيب في العالم بيفوت في فترة مش معقول هيفضل كل لمسة جون وكل لمسة اسيست، انما الاهم ان احنا نشوف تيم الاهلي، فريق الاهلي بيلعب الكوره الجماعيه الجميله التي تمتع، وان كل واحد بشخصيته يقدر يكون ترس من التروس بتاعتها. فانا نصيحتي ليك ما تحسبتش حاجه غير انك تلعب كوره وتجهز نفسك كويس وتركز مع زمايلك. باشمهندس عدلي يا كابتن حسين بيبلغك تحياته وبيقول لك عايز ينصحك نصيحه طبعا، ويقول لك انك ما تحاولش تثبت لحد حاجه، العب لعبك عادي جدا وتركز مع تيم النادي الاهلي كتيم واحد مع بعض، وان شاء الله ترجعوا علشان مستعدين كويس علشان تحسموا لقب البطوله الدوري المصري اللي زي ما قلت لك هتقودك بقى ان شاء الله لافريقيا. فتقول ايه للباشمهندس؟ والله طبعا يا باشمهندس يعني انت كنت معايا في انت بتخلص الصفقه بتاعتي، هي الصفقه بتاعتي بكام عشان بسمع ارقام غريبه. انا عارف بس الصفقه انا سمعت ارقام غريبه بصراحه، وفي ناس مصدقه ان انا خدت الرقم ده كمان يعني. والله طبعا يعني انا مش مركز والله مع الدوري، انا مركز مع النادي الاهلي، مركز مع جمهور النادي الاهلي، مركز لان ان شاء الله احقق البطوله، وان انا ان شاء الله استعد كويس معانا والفريق كله والتيم كله اللي احنا نعمل حاجه كويسه، وان احنا نحقق بطوله الدوري عشان نركز في افريقيا باذن الله. دي الاهم يعني بالنسبه لي، انا مش مركز مع اي حد تاني. ونقطة كمان عايز اتكلم فيها ان هي السوشيال ميديا، انا يعني ما فيش لعيب ما بيفتحهاش، لا انا بفتح السوشيال ميديا بس كل فين وفين، بس انا مش بقرا حاجه، او حتى لو قريت انا كل حاجه باخدها على مزاج انا مش على مزاج حد. فالسوشيال ميديا كل لعيب وحسب دماغه، في لعيب بتاثر عليه، في لعيب ما بتاثرش عليه، في لعيب ما بتفرقش معاه. انا بالنسبه لي ما بتفرقش معايا اصلا السوشيال ميديا، اللي بتفرق معايا ان انا انزل صوره عجباني، غير كده ما فيش حاجه تانية بتفرق معايا في السوشيال ميديا بس. يعني كابتن حسين مش هطول على حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، ويعني عندكم تدريبات واستعدادات بكره ان شاء الله يوم جديد بعد نهايه مباراه. استاذ ابراهيم مع حضرتك. عمر عايزك في الختام قول لحسين ان احنا سعداء بيه جدا، وانا عارف قد ايه هو ضحى وقد ايه من قبل ما يجي الاهلي بسنه وكان بيكلمني كتير على انه عايز يجي الاهلي، جمهور الاهلي سعيد بيه جدا. قول له انسى اي حاجه، انسى اي ارقام، جمهور الاهلي حبك من قبل ما تلبس الفانيلا الحمراء وهيفضل في ظهرك دايما. استاذ ابراهيم المنسي طبعا بيبلغك تحياته وبيقول لك هو سعيد بيك جدا، وانت عارف مدى العلاقه ما بينك وبينه، كالعاده بيقول لك طبعا تركز في لعبك وفي مستواك انت، وبيثق في قدراتك، وانت عارف ان هو عارف انت ضحيت قد ايه عشان تكون موجود. فاكيد طبعا يعني نصيحه غاليه كمان من استاذ ابراهيم المنسي. تقول ايه استاذ ابراهيم؟ لا شكرا استاذ ابراهيم، طبعا يعني انا قابلت حضرتك كتير وحتى اتقابلنا لو تفتكر قبل ما اجي النادي الاهلي وانا في النادي العيني، ما عملنا لقاء صحفي مع بعض. فطبعا والله شكرا طبعا على النصيحه ديت من حضرتك ومن باشمهندس عدلي، فان شاء الله اعمل بيها وباذن الله اكون على قد المسؤوليه ان شاء الله، جمهور النادي الاهلي والاداره واللعيبه والجهاز الفني باذن الله. حبيبي بشكرك مره ثانيه، ان شاء الله اكون موجود معانا كمان مره. حبيبي الله يخليك حبيبي. باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، معلش عطلناكم، هنسيب حضراتكم بقى تمتعوا جمهور الاهلي في برنامج ملك وكتابه. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا للزميل عمر ربيع ياسين موفد قناه الاهلي الى اسبانيا.